صباح سعيد. بغيت غنعرف علاش ان الحكومة والمسؤولين المغاربة كل مرة يتعسفون على مغاربة العالم. بغيت غنعرف لماذا هذا الإغلاق ديال الحدود وإلغاء الرحلات الجوية بسرعة بدون إعطاء مهلة للناس باش أنهم يكون عندهم الوقت للقيام بالإجراءات ديال تغيير تاريخ الرحلة والرجوع إلى بلدان الإقامة ديالهم، لأن هذه الإجراءات هذه اللي تتضرر منها هم مغاربة العالم، ماشي الهولندي وماشي الألماني وماشي التركي وماشي الإنجليزي أو الإسباني أو النمساوي أو السويسري. فالمغاربة هم اللي تتضروا، هاد المغاربة هادو اللي تساهموا في الاقتصاد الوطني، اللي تساهموا في واحد المجموعة ديال العمليات الإنسانية والخيرية تجي بجرة قلم أو بمكالمة هاتفية وتغلق الحدود وتتكرفص على خوتك المغاربة، لأن عندك مشكل مع الحكومة الهولندية فسير راه كاينة الطرق الدبلوماسية اللي غيمكن لك تحل المشكل مع الحكومة الهولندية. عندك مشكل مع الحكومة الإسبانية فهناك الطرق الدبلوماسية، لكن متى تغلق الحدود راه ما تتغلقوش على الإسبان ولا على الهولنديين ولا على الألمان، تتغلقوا على خوتك المغاربة اللي بالروح ميتين. ها المشكل دابا الجثامين في الثلاجات ديال المطارات، شنو الذنب ديال المرحوم ولا المرحومة أن أمنيته وصيته يتدفن في بلاده؟ لأنك أنت السي المسؤول جالس في مكتب مكيف وسيارة مكيفة وفيلا مكيفة، ولا يهمك من بقي في ثلاجة أو بقي في المغرب. الناس تهود باش تحل المشاكل ديالها وتزور العائلات ديالها وتزور المرضى ديالها وتحضر الجنائز ديال الأسر ديالها، وتجي انت وتقول توقيف الرحلات، على الأقل كنت غاتا تقولها وتعطي واحد المهلة ديال يومين ولا ثلاث أيام باش الناس تستعد، تتقولها في الخمسة ديال العشية وتطبقها في 12 ديال الليل. ف ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا تكونوا مغنين هكذا، لأن الأجيال الصاعدة تتشوف هاد التعامل وهاد المعاملات وتتغير المواقف ديالها تجاهها بلدها أو بلد الأجداد ديالها والآباء ديالها. فرأفة بالمغاربة العالم، رأفة بمغاربة العالم، خفوا هذه الإجراءات، وانتم على الأقل راكم النسبة ديال الإصابات عندكم منخفضة والنسبة ديال التلقيح عندكم مرتفعة، وتتفتخروا بأنكم من بين الدول ديال العالم تقوموا بهذه العملية ديال التلقيح، فما كانش عليكم باش أنكم تزيدوا تكرفسوا مرة أخرى على مغاربة العالم. وما زلنا ما نسيناش معاناة العالقين والعالقات اللي بقى في الأذهان ديالنا، وهي وصمة عار في تاريخ الحكومة المغربية.